يقول السائل: أشتغل مع شخص ماله مختلط حرام وحلال، ما حكم الشرع في العمل معه مع العلم بأنني لم أجد بديل؟ لا تشترك معه إذا كان بعض ماله حرام، إلا إن كان أنه يعزل الحرام على حدة ويشترك معك في المال الحلال فلا بأس. أما إذا كان الحرام والحلال مختلط في ماله فلا تشاركه وابتعد عنه.